أردت أن أقول أولا أن أشكر الإخوة الكرام على ما قدموه من كلمات. أود التأكيد على أن هذه الثورة هي امتداد لثوراتكم جميعا. أننا عشنا زمنا ورأينا لذة الانتصار، يعني احنا ما خسرنا في مكان، في كل مكان انتصرنا. في السبعينات كنا نصارع ضد الشاه وانتصرنا، وبعدين في الثمانينات ناضلنا ضد صدام حسين وانتصرنا كلنا، يعني مو ما لا اتحدث عن شخص، او انا اتكلم عنا احنا، عن هذا الخط، خط الحسين عليه السلام. ناضلنا ضد يعني حتى في افغانستان اخواننا الحمد لله حققوا انجازات. الان اخواننا في اليمن يعني صنعوا المعجزات، منهم كان يتوقع ان اكبر جيش عربي تقريبا من حيث الامكانات والعده والدعم، حتى هذه اللحظه حتى الان الدعم لا يتوقف وهو صامد. من يصدق يعني ما في اي نسبه ايضا، اي تكافؤ في الكفتين، ما في نسبه، مع ذلك هم صامدين، ولا والطاغوت ينهزم ويتقهقر. واخوتنا في لبنان كسروا انف مرغوا انف الظلمه والمحتلين، وبالتالي من يضاهينا علوا ونصرا وانفه وشموخا؟ فنحن يعني نحن ابناء الحسين عليه السلام، والحسين يقول فوالله لا تمحو، او السيده زينب عليه السلام فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك امدنا، وهل رايك الا فند وايامك الا عدد وجمعك الا بدد، يوم ينادي المنادي على لعنه الله على الظالمين. نشكركم على ما قدمتموه من كلمات. أعدكم بأن انتصار هذه الأمة هو على أيدي هذه الأمة الصغيرة، أو هذا الجزء من الأمة، هذا الجزء الصغير من هذه الأمة الكبيرة. وقد حقق الانتصارات في كل مكان، على المحتلين الصهاينة، على المحتلين السعوديين، على المحتلين الدواعش، كل مكان انتصارات. فبالتالي أنا فقط أزف لكم الخبر بأن الإيمان والثبات والصمود هو الذي يحقق ما شهدناه. ونحن لسنا جيلا مهزوما، بل هو جيل الانتصارات والشهداء الذين اختلطت أشلاؤهم بتراب أوطاننا، هم وقودوا هذه الثورات التي نراها تباعا، والحركات التي لم تتوقف يوما، والمقاومات التي أيضا لم تنهزم ولم تكسر يوما. فلله الحمد على هذه المنة، الحمد لله الذي جعل من أتباع علي وأتباع الحسين عنوانا لنصر الأمة، كما انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم على أصنام الجاهلية وعلى طغاة قريش. الآن أحفاد محمد والسائرون على خط محمد وعلى خط أحفاد محمد أيضا يسجلون هذه الانتصارات. الخط الصراع بين القبلية والإسلام بدأ في اليوم الأول لظهور الرسالة ويستمر حتى اليوم. القبلية والإسلام وجهان لصراع بين المشروع السماوي الذي والمشروع الإلهي كما يسميه الشيخ خويلدي، والمشروع الشيطاني الذي يفرض نفسه بقوة السلاح والمال، ولكنه إلى يأس وإلى فشل وإلى هزيمة. أشكركم جميعا، وأنا متأكد أن عائلات الشهداء سيشعرون بالفخر عندما يعرفون أن هناك إخوة لهم، علماء، شرفاء، أبطالا في بريطانيا على بعد آلاف الأميال، وهم يتضامنون معهم. رحم الله شهداءنا وشهداءكم وشهداء الإسلام، جزاكم الله خيرا على حضوركم. كل ما نتمناه هو أن تكون قلوبكم مع هؤلاء المظلومين وهؤلاء المستضعفين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحم الله من يقرأ الفاتحة.